الناس للاسف بتتصور ان طالما طلعت معاش مش هتتحاسب على اي مخالفه عملتها وهي في الخدمه. اللي احنا فيه ده كله تحت راسها. ما كنتش عارفه انك خفيف قوي كده. مش لاقيه غير جميله الالف وتكلميها. ماما على الله بس تعرفي تجيبي جون المره دي. تاكل فراوله؟ انت الكلام معاكي ايه اللي ليه؟ هتهربي فين؟ انا مش عايزه اتاذي. انا عمري ما عملت حاجه غلط في حياتي. اللي جميله بتعمله هتدفع ثمنه غالي جدا. وانا لما بحط حد في دماغي بدوس على صوته. شفت المصيبه اللي احنا فيها؟ انا ابتديت مشوار وهكمل باللي بعده.